يوم مختلف شوية، موضوع مختلف على مستوى الطرح دراميا. كنت عايز أسألك برضو ليه إمبراطورية مين أصلا؟ ليه إمبراطورية مين؟ لأنه ما بقيناش عارفين قوي هي بقت إمبراطورية مين. نفسنا تبقى إمبراطوريتنا كلنا. أحداث المسلسل بتبتدي في 11 فبراير 2011 وتخلص في 30/6، فجر يوم جديد زي ما بنقول يا رب يبقى للأحسن. لكن في الثلاث سنين اللي فاتوا دول احنا مرينا بحاجات حلوة قوي وحاجات وحشة قوي، بنحاول نرصد كل هذه التغيرات الجذرية في شخصية المواطن المصري والمواطن العربي عموما، خصوصا الدول اللي مرت بثورات، لأن أنا كمان تونسية مصرية مريت بالاثنين، فعارفه قد ايه الموضوع اختلف. بالنسبه لي حتى كبني ادم انا اتغيرت. كان نفسنا انا وغادة عبد العال ومريم ابو عوف نوصل للناس، لانهم يعيشوا معانا كل اللحظات الفارقه اللي عشناها في 3 سنين اللي فاتت دي، بس بابتسامه من غير ما يبقى الموضوع عامل كده وتقيل وكده. تاني تجربه مع غادة عبد العال، اول تجربه مع مريم ابو عوف، كلمينا على التجربتين. مريم صديقتي ومخرجه بجد انا فخوره بيها كل يوم اكتر من التاني، لان مريم انا بحب الستات اللي هما ايه عارفين هما عايزين ايه. مريم عارفه هي عايزه ايه، ما عندهاش تردد، ما عندهاش زبزبه، ما خافتش من مشروع ممكن يخوف مخرجين اكبر منها سنا وممكن يكونوا عملوا اعمال اكتر منها، لانه هو ما هوش كوميدي اللي هو بنضحك وبس، لا هو كوميدي هادف جدا، رسالته ممكن تتفهم غلط. مريم طول الوقت بترقص كده على خط رفيع جدا، فانا فخوره بيها جدا. عامله تكنيك جديد، يمكن زي ما رامي امام عمل حاجه جديده فعايزة اتجوز وخلاني اكلم الكاميرا، هتلاقوا برضو اختلافات مع مريم ابو عوف. غادة عبد العال طبعا بالنسبه لي مريحه جدا، وعشان كده انا بحب اشتغل معاها وارتحت معاها بعد عايزة اتجوز، وعشان كده عملنا امبراطوريه مين، لانها ذكيه بتكتب سخريه ذكيه، مش سخريه اللي هو يلا نتريق او يلا نسخر وخلاص، لا هي بتحاول على قد ما تقدر تاخد الخلاصه وتحولها الى حاجه زي ما المصريين بيعرفوا يعملوا كده كويس. كم من النكت وكم من الحاجات الفكاهه اللي طلعت في 3 سنين اللي فاتت في احلك الاوقات دي، من دي صفة مش موجودة في شعوب تانية. فأعتقد غادة عبد العال عندها الحتة دي اللي هي عندها صفة اللي بتاخد حاجة تقيلة قوي وتوصلها لك بابتسامة وانت بتبقى مش عارف عملت كده ازاي. هو عمل يعني انا بحس انه يعني ايه على قد ما هو ممكن يبقى يعني، بس تقدر تقول الكوميديا الساخره اللي يعني اللي ما فيهاش السوداويه بتاعت انه قد كده احنا مكتئبين قوي، انت ممكن تشوف مشكله عند حد فتبقى حاسس انها مش قد اللي هو حاسس بيها يعني، فبنوري مشاكلنا بمنظور تاني يعني، بمنظور تعالوا نشوف مشاكلنا ونضحك عليها ونشوف نقدر يعني نحسها ازاي ونصلحها ازاي. وافتكر دي حاجه كويسه انك طول الوقت لما تقعد تصرخ في التلفزيون وما بتجيبش نتيجة يعني، لازم الناس تشوفها بكذا شكل، فمن الشكل الساخر. شايفة ان المسلسل غطى جزء كبير من اللي احنا تعرضنا له من ايام 25 يناير لحد النهاردة؟ ما فيش عمل هيقدر يغطي حاجة، لكن احنا بقولك بنحط نقط كده على انه طب احنا في الموقف الفلاني كان شكلنا ايه، واحنا وبرضو بشكل نقدر نقول مبالغ فيه، لانه انت بتيجي تقدم كوميديا بتقدمها بشكل فيه كاريكاتير وساخر شوية، فما بيبقاش بالعمق الدرامي بتاع لو انت محطوطة تبقى مأساة، فاحنا بنشوفها بشكل عجبتني في المشهد ده هيطلع في التلفزيون يعني، قلت لها حاجه ضايقتها بجد، بس هو اللي في هي المفروض في المشهد وبيرخم عليها، بس انا رحت مزودها راحت ضرباني، ففي حاجات زي كده. عمر عايزين نعرف شويه عن التفاصيل بدون ما نحرق سياق الاحداث بتاعته. هو مسلسل اسره راجعه من لندن بعد 11 سبتمبر، سوري بعد 11 فبراير، على امل ان هي هتعمر مصر وهيصطدموا بالواقع، وهم راجعين في المطار هيقابلوا منصور اللي هو السواق اللي انا بقوم بدوره، وهيبقى تحول ان هو فرد من العيله معاه، وهتحصل مفارقات بقى بينه وبينهم طول الاحداث. بلعب مرات رامي اللي بيلعبه محمد ممدوح. ما في كثير لك عن الشخصيه، بس اللي بقدر اقوله انه كارلا وانا ما خصنا بعض، فمش هيك عايزه انه هي تكون مفاجاه اكثر، لانه حتشوفه تقوله لا دي مش نفس الشخص. وهند وانا عندنا زي بقول ريليشن شيب مهضومه، لانه شوي نمسس يعني بنعكس بعض كل الوقت يعني، فهيدا ده الكوميدي، عشان انا كده وهند كده وكلنا كل الوقت بنكون سوا. والله يعني
ما طب ما تخلي الناس تتفرج احسن يعني تجربه جديده ان شاء الله. يا رب يعني طبعا الناس اللي هتحكم تجربه جديده. انا من رايي انها جديده، اول مره تتعمل، بتناقش مشكله كبيره في يعني مشاكل حصل في الفتره الزمنيه اللي فاتت في مصر بشكل دمه خفيف، وان شاء الله المفروض يعني بشكل جديد مميز هادف في نفس الوقت. مش بنضحك ونهزر وخلاص، لا بنقول حاجه، يعني بنقول الموضوع وصل فين بس بشكل كوميدي عشان يمكن الناس تستقبل ده بشكل يعني لو فكروا يعالجوا المشاكل دي تعالج بشكل ايجابي، قصدي ما تاخدش الموضوع بشكل سلبي يعني. بس ويا رب. عايزينك برضو تكلمنا عن كواليس العمل مع ماري مبعوف، مع هند صبري. هو ماري مبعوف انا اشتغلت معاه كتير، وحب باذن الله يا رب يعني هنشتغل مع بعض اكتر باذن الله، ومن اكتر المخرجين اللي برتاح معاهم جدا جدا، فاهمه هي بتعمل ايه، فاهمه هي عايزه ايه. في حاجه كمان، انا المخرج المفضل على العمل ده مي اختي، فانا كان عندي اخواتي الاثنين مريم ومي مع بعض. طبعا هند فعلا شفت ان اشتغلت معاها، فنانه ملتزمه جدا، فاهمه جدا، مركزه جدا، بسم الله ما شاء الله. مبسوط جدا اشتغلت معاها حقيقي يعني. اشتغلت قبل كده مع في الشركه السنه اللي فاتت ميران صديقه، طبعا مبسوط جدا، بحب جدا الشركه دي. استاذ عايز تبعوف طبعا ما المفروض كنت طالع دوري اللي انا اكون مخرج صغير، فاشتريت كاميرا قديمه من انجلترا المفروض في المسلسل كده، قوم جاي مصر اصور بقى الاحداث والحاجات اللي بتحصل، فيقعد يعجبني الموضوع، الحاجات اللي بتحصل، في حاجات تعجبني في حاجات بتعجبنيش، انزل اصور الحالات مثلا لما يحصل تمرد والحاجات دي. وبعدين ابن عمي اسمه عمر، والحقيقه اسمه احمد داش، هو بيبوظ لي حياتي، بيعملي كل حاجه وحشه في الدور ده. ادم كنت بتعمل ايه مع هند صبري، وايه اطرف الحاجات اللي كاتبه؟ يعني اللي انا عجبني فيها اللي هي وقت التصوير بتاخدها بجد وتعملنا مش كويس قوي يعني، وتاخد كل حاجه بجد، بس وقت البريك والحاجات دي تعملنا كويس قوي. في امبراطورية مين برضو كوميديا اجتماعية بتعتمد برضو على الموقف شوية، بتعالج اللي حصل في حياتنا في 3 سنين اللي فاتوا، بس مش منطلق سياسي، منطلق اجتماعي. لتاني مرة تعاون مع هند صبري، شايفة التعاون يعني، شايفة اللي حققته معاكي في العمل الاولاني انا عايز اتجوز كان ايه، والسنة دي انت شايفة في الكواليس عاملة ازاي؟ هو الحمد لله عايز اتجوز كان نجاح كبير جدا، وناس كتير شهدت بكده، وكلنا تقريبا خدنا جوائز على المسلسل. انا وهند الحمد لله قرينا دماغ بعض، وخلينا يعني حسينا ان احنا فاهمين بعض، فقلنا ليه ما نكررش التجربه طالما احنا بينا التفاهم ده. والحمد لله التجربه دي اعتقد في خلال الشغل كانت ناجحه جدا زي التجربه اللي فاتت، وان شاء الله على الشاشه تبقى نفس النجاح. مبعوف مبروك النهارده، بتحتفلوا بمسلسل امبراطورية مين، دراما اجتماعية معاصرة جدا اللي احنا بنعيشه دلوقتي. كنا عايزينك تكلمينا عن العمل اللي انت شايفاه بشكل عام ازاي. انا شايفاه مسلسل زي ما حضرتك قلت يعني اجتماعي كوميدي ساخر، كوميديا سوداء اكتر ما هي كوميديا هزلية يعني، وبس بيتحدث عن احداث ما بعد ثورة 25 يناير لحد 30 يونيو. التعامل مع الأطفال والكنترول عليهم في الكواليس كانوا عاملين معاك إزاي؟ هند صبري برضو أنا بحب قوي أشتغل مع أطفال، بشتغل دايما يعني، حتى المسلسل الأولاني كان معايا 5 أطفال مش بس 4، فأنا بحب أشتغل مع الأطفال، وبحب دايما يبقوا أطفال ما مثلوش قبل كده، لأن بحسهم بيبقوا عجينة لسه بتتكون، وده بيبقى شيء لطيف يعني. فالتعامل معهم طبعا بيبقى صعب، مش هقول لك سهل، بالذات مع عمل مسلسل مع المدرسة، وإن هم لازم يسهروا وما بيردوش يسهروا، فده كان من الصعوبات اللي بتواجهنا يعني.